السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل اللي طلبوا مني ريفيو عن كتاب التأسيس السليم، تمام، لمستر عمرو مغربي. بصراحة ربنا أنا يعني محتارة أقول عليه إيه. الكتاب معدي كل التوقعات بصراحة، وأنا اتنبهرت بيه أول ما الكتاب وصل لي. طبعا أنا طالبة من كل الأنواع بتاعته، يعني طالبة كمية من كل الأنواع بتاعته. مستر عمرو مغربي منزل السلسلة بتاعته 9 كتب، ماشي، اللي قدامي دول 8. طب هتقولي لي فين التاسع؟ هقول لكم ان التاسع ساعة ما دخل عندي، وحياة ربنا ساعة واحدة كان كله خلصان. فعلا ده حقيقي، هو مقسمها تقسيمة حلوة قوي. انا قعدت شوية عقبال ما فهمت ايه ده، يعني كل الاجزاء دي يا جماعة عربي، يعني ده عربي 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 عربي، كل الاجزاء عربي. طب انا عايزه اعرف منين بقى يودي على فين. انا قعدت شويه عقبال ما فهمت، وعقبال طبعا انا ابني منهج 3 ابتدائي، فانا يعني ايه حبيت ابص كده. صراحه ربنا يعني هو ما فيش كلام بتوصفه بامانه. طيب هبدا باول واحد، يعني انا ما فيش فيديو واحد هيقضيهم، ولا 2 ولا 3، لان هم فعلا يعني مش عارفه اقول ايه، ربنا يبارك له. هبدأ بأول واحد اللي هو ده كتاب معلم القراءة. هو يا جماعة مقسم الدنيا ايه؟ مقسم كتب تأسيس وكتب منهج، تمام. ده كتاب تأسيس. طيب افتحه كده، كتاب معلم القراءة. اولا هو الكتاب بتاعه برضو عشان اكون يعني صادقة، الكتاب بتاعي غالية شوية، يعني كتاب التأسيس هو معلم القراءة ب60، ماشي، بس طبعا مش هيجي زي مثلا كتب اللغات عندنا. معلم القراءة لو انا جيت فتحته، طبعا انا اختي مدرسة عربي هي فتحت، بصراحة اتصدمت هي اول، يعني انا دايما بثق في رأيها. ده كانت طريقة، يعني اول حاجة في الكتاب ده، كتاب معلم القراءة اوله خالص اهوت. هو عامل شركة باسمه، اسمها شركة المغربي للتأسيس. عامل اي اولا ازاي نعرف ننطق الحروف، الهمزه، الالف، باء، تاء، ثاء، جيم، ضاد، طه، ظه، عين، غين، ازاي احنا نقدر ننطق الحروف حرف 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 حرف. وبعدين الفتحه فتح لنا بقنا، والكسره والضمه عشان نقدر نشرح لابننا، ماشي، والفتحه ان انا بفتح شفتاي عند النطق، والكسره اهو. بعدها جايب لي الحروف وازاي بالفتحة انا بفتح بقي. ده كتاب، اول كتاب خالص فيهم، تمام. الكتاب ده بيعلم القراية، يعني انا اللي فهمته وعرفت ان انا استنتجه منه ان الكتاب ده بيعلم القراية الصح. يعني انت لو ابنك في تانية ابتدائي ما بيعرفش يقرأ هاتله الكتاب ده، لو ابنك في تالتة ابتدائي مش بيعرف يقرأ هاتله الكتاب ده، لو ابنك طالع 4 ابتدائي و5 ابتدائي وما بيعرفش يقرأ يا جماعة هاتوله الكتاب ده. الكتاب ده مقسم الكلمات بالفتحة وبعدين هجري اهو. شفتوا بقى ديت، دي دا خالة وجا لا سا عشان الطفل يقرأ، عابدة فشا قارا، دي قراءة صحيحة، سأل فعرف فعرف. يعني بصراحة ربنا مقسمة تقسيمة حلوة جدا دي. بعدين هيدخل على الكسرة، تمام. طبعا انا مش ضليعة في العربي، بس وحياة ربنا انا فعلا كأم حسيت ان انا هستعين بيه. بعدين طبعا هو اداني الكسرة، بعدين فبيديني جمل بقى فيها فتحة وكسرة، فريحة فضاحكة، حلوة جدا. انا والله العظيم انا بحب الحاجات دي قوي. كاذبة فخاسرة، ده بيعلم الطفل ازاي انا هقرأ بالتشكيل. وبعدين الضمة هجري، وبعدين بقى جابلي بقى التلاتة ان هما همت الفتحة والضمة والكسرة، ماشي، و اهي اداني تاني تمارين، جو ميعا و كو سيما.
هنا بيقول لك تذكر دائما الحروف اللسوية. وإيه؟ تذكر دائما الحروف الرافضة والمغرورة والشقية والرافصة. يعني الحروف دايما بتتقسم. أنا وش واخدة كتاب من ده لولادي، وش يعني إن شاء الله، وبعدين الحروف المفخمة بيقسمها لي، وبعدين دخل لي هنا على المد والمد بالألف، وبعدين يا جماعة شرح ازاي يعني ايه بالفسفوسة كده، يعني ماشي ماشي لي سنة سنة ازاي انا اخلي ابني يقرأ الكتاب ده. كفيل على ان عيل بعد ما يخلصه يكون بيقرأ ويكتب كويس جدا جدا. داخل بعدين في السكون اهو. انا يعني بصراحة الفيديو مش هيقضي ان انا اجيب صفحة صفحة. رائع، وحياة ربنا الرائع. التنوين بالكسر، بتوضع كسرتان تحت الحرف الأخير من الكلمة. ولاد، مدرسة، ظهرة، قارب. أنا والله هاخده لعيالي عشان خاطر نعيد بقى، لأن التأسيس بتاعنا ما كانش حلو، فاحنا إيه نأسس بقى التأسيس السليم على اسمه يعني. بصراحة ده الشدة، وبعدين تحليل الكلمة إلى مقاطع صوتية، ولاحظ معي تحليل الكلمة إلى مقاطع صوتية. وبعدين هنا مقطع مد وممدود، دي إزاي بنقسمها. وبعدين هنا بيقول له فك الحرف المشدد المضاعف إلى حرفين، واحد طبعا ساكن والتاني متحرك. هندخل بعدها إلى تحليل ياء الملكية والألف اللينة. المستشفى، حديقتي، وتحليل واو الجماعة ده مش سايب حاجة، يعني هو مش سايب حاجة. تحليل التنوين، أراهن لو في مدرس، لو في مدرس عربي ما بيسيبش كده، يعني ده مش سايب. تأتي الهاء المربوطة في آخر الكلمة، دي الهاء المربوطة والهاء المفتوحة أهو، الهاء المربوطة والهاء المفتوحة. وبعدين التدريبات، طب نشوف شوف قد ايه كمية التدريبات، شوف قد ايه كل دي تدريبات اهو. الحروف بالفتح، الحروف بالايه، او امل الطفل فتحين مفتوحين، امل الطفل الحروف بالكسرة، وبعدين امليه حرفين مكسورين، واحدة بالفتح قصدي وواحدة بالكسر، ضع دائرة حول الحرف المكسور. كمية تمارين صعبة جدا. طيب أنا شفت فيديو لمستر عمرو المغربي بيقول ده، جايب لي إجابات كمان، سلام على الشغل الجامد، يعني جايب لي إجابات كمان. إن أنا لو عندي ابني في تانية ابتدائي أو تالتة ابتدائي باخد له الكتاب ده، هو مسميه كتاب الجوكر، الكتاب اللي بيخلي أي طفل في الدنيا عنده مشكلة في القراءة والكتابة ولم يؤسس صح، ان هو يتأسس التأسيس السليم. ان انا اخد الكتاب ده معاه كتاب المرحلة اللي الطفل بيشتغل فيها، يعني مثلا ابني لو في تانية ابتدائي ده كتاب التأسيس، واخد له كتاب تانية ابتدائي اللي هو ده، تمام. هو طبعا عامل تانية ابتدائي اولى ابتدائي خلاص اهو، وتالتة ابتدائي. طيب هتقولوا لي امال يا اميرة فين رابعة؟ هو من بقه قال ان هو مش هينزل سنة رابعة، لان كتاب رابعة او المنهج بتاعه غير معروف، واي حد هيعمل كتاب رابعة السنة دي هيتغير السنة الجاية، لانه مش هيكون وافي يعني، او مش هيكون بقدر وافي ان هو، لان المنهج طبعا متغير والمدرسين لسه مش فاهمين. يعني هو راجل صريح قوي مع نفسه. ده كتاب اولى ابتدائي، كتاب تانية ابتدائي، كتاب تالتة ابتدائي. طبعا انا مستحيل ان يعني لازم كل كتاب فيهم فيديو، لان انا شفت كمية تدريبات غير طبيعية، يعني انا شفت كمية تدريبات. ده مثلا كتاب اولى ابتدائي اهو، انا شفت كمية تدريبات يا جماعة، وحياة ربنا الكتاب كبير فعلا، الكتاب فعلا كبير يعني. وما يقولش اقارنه بالابرار، هما الاثنين على فكره مستواهم، بس ده لكل شخص طريقه. ده بيخاطب الناس اللي متعلمه القرايه والكتابه اصلا، يعني ده بيحل على طول، لان العيل متاسس وقاري وفاهم. الابرار شغال على ان العيل لسه ما بيعرفش يكتب، تمام. يعني كل واحد وليه طريقه، وده اللي انا قلته، ان انا ازاي انقي الكتاب اللي ينفع ابني
ازاي انا عندي طفل متأسس كويس مية مية، انا عندي طفل لسه بيتأتأ شوية، انا عندي طفل لسه ما بيعرفش اصلا خالص. يا جماعة الاول العيل يقرأ ويكتب، وبعدين ندور على كتاب فيه تمارين، ما اعملش العكس، ما اجيبش كتاب فيه تمارين ونبني اساسا لا بيعرف يقرأ كويس ولا بيعرف يكتب كويس. هو ده القصة. انا اسس حلو، انا ايش الله ابني في تانية ابتدائي ولا في تالتة ابتدائي وما بيعرفش يكتب كويس وما بيعرفش يقرأ كويس، ما ينفعش. حتى لو ابني في خمسة وما بيعرفش، ابدأ له من الاول عادي جدا عادي، ونشتغل كمية تمارين. يا جماعة ده سنة اولى ابتدائي، ده اولى ابتدائي، كمية تمارين فظيعة فظيعة بصراحة ربنا. اهي يعني مثلا دي القصة، اهي شوفي كمية التمارين، كمية التمارين. برضو الأبرار فيه كمية تمارين عالية جدا، ولكنه بيخاطب الطفل اللي لسه ما بيقراش وبيتكلم كويس وبيكتب كويس. كمية تمارين عالية جدا 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 جدا، كل دي تمارين اهو. ده كتاب سنة أولى يا جماعة، أنا مش هينفع إن أنا أعمل كله في يعني بصراحة ربنا. الكتب ممتعة جدا، شيقة جدا، كبيرة جدا، الكتاب كبير. اللي انا بس انا النهاردة ده ريفيو شامل، اللي عايز بعد كده ان انا اعمل له عن كتاب معين يقول لي بقى. هو التأسيس منزل اولى ابتدائي، تانية ابتدائي، و قصدي ده تالتة ابتدائي، قصدي ده تالتة ابتدائي اهوت، اسفة، و تانية ابتدائي. طب امال الباقيين ايه؟ الباقيين ايه بقى؟ الباقيين ده معلم القراءة، ده سعره 60 جنيه، اللي هم البرايمات كلهم سعرهم 48، ده سعره 60 جنيه. ده هو مسميه كتاب الجوكر، اللي بيعلم الاول، احنا هنتعلم الاول نقرا ونكتب وبعدين نشتغل. طيب ده كتاب كي جي ون المنهج، كي جي ون المنهج. انا قلت عامل كتاب او عامل كتب منهجيه فيها منهج، وعامل كتب تاسيس، مشتغل على الاثنين. هو منزل 9 اجزاء، منزل 9 اجزاء. ده كتاب الكي جي ون، فيه المنهج اهو اسرتي، فيه المنهج. يعني ده زي كتاب الاضواء منزل منهج، زي كتاب سلاح التلميذ، بس بصراحة ربنا لا مقارنة بصراحة. وانا مش بقول انا ببيع كل الاصناف، الكل عارف ان انا عندي كله، كل حاجة موجودة، بس ده كتاب المنهج بتاع التأسيس السليم. ده هوت، ده اول الكتاب، اول الكتاب خالص. وبعدين بدخل على القصة، اهي القصة المشتركة، قصة الأرنب ديت، وبعدين أهي أمي وأبي، وبعدين بقى إيه، نبدأ نوصل ونلعب أهو، والأصوات وبتاع، كل ده هو شغل إيه على الدرس، كل ده شغل على الدرس. لسه ما خلصتش أنا كل ده، لسه ما خلصتش أهو، لسه شغل على الدرس برضو، لسه شغل على الدرس. حرف الميم، دخلت في حرف في الميم، ده ماشي على المنهج المدرسي أهو. حرف الميم، انا كل ده ما دخلتش في الايه يعني، اهو كده دخلت ما شاء الله. يعني انا كل ده لسه بدخل في الموضوع التاني. تمام، الكتاب حلو، الكتاب حلو بصراحة، كتاب حلو جدا. طيب ده الكي جي ون، عامل كمان المستوى التاني، المستوى التاني. شوف الكتاب عامل ازاي، ده كتاب الكي جي تو، شوف المنظر، الكتاب كبير جدا، جلدة نظيفة جدا في منتهى الجمال، غالي، انا ما بقولش حاجه. الكتاب لا، الكتب، كتب التاسيس الغاليه، يعني هو عامل كتب التاسيس الغاليه، ولكن كتب المناهج سعرها كويس جدا، سعرها 42 جنيه، 42 جنيه. طب ما انا ببيع الاضواء ب 39، ما طب ما هو سلاح التلميذ ب 38، يعني مش قصه يعني، 5 جنيه مش قصه. بس هو فعلا كتاب حلو، كتاب كبير، مليان مليان تمارين بشكل اوفر يعني. اهو ده كتاب الكي جي 2، ده كتاب الكي جي 2 اهو، حرف السين اهو مثلا اهوت، كل ده، كل ده تمارين على حرف السين، الجيم اهو، ده كتاب المنهج. طيب امال ايه بقيه الكتب؟ يعني انا عامل اهو، عامل ايه اهو، يبقى كي جي 1، كي جي 2، ال3 سنين اولى وثانيه وثالثه ابتدائي، انا كده دخلت في 5 كتب، وكتاب الجوكر اللي هو مسميه ده، ادي كده ستة كتب، ناقص اخر 3 كتب
ومنهم كتاب وحياة ربنا. الكتاب ما قعدش عندي 5 دقايق. الكتاب ده فيه نحو أساليب وتراكيب الصف الأول والتاني والتالت الابتدائي، ده هو ده فيه نحو ال3 سنين. طيب نحو ال3 سنين ده عامل كام؟ عامل 70 جنيه. الكتاب جميل جدا، مليان تمارين كتيرة جدا، ويعني ايه شارح كل حاجة، تفسير وشرح والفعل الماضي والفعل المضارع ولام من كل النحو. طب الكتاب اللي خلصان فيه نحو 5 و6 كامل، هو كتاب لونه احمر كده في اصفر، وده كتاب عامله للحروف الهجائية. الكتاب الكتب جميلة جدا 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 جدا. انا بصراحة ربنا احترت قوي، وفيديو واحد مش هيكفيها، فيديو واحد مش هيقضيها ان انا اعملها، بس انا قعدت شوية كده ان انا اركز فيها في جمالها. بصراحة احترت، يعني انا يعني انا ولادي حسيت ان انا احترت. انا هبدأ منين؟ يعني انا هبدأ منين بالظبط؟ الكتب كلها حلوة، انا عايزهم يشتغلوا فيهم كلهم وحياة ربنا. يعني انا وصلت لدرجة ان انا عايزاهم كلهم، طب اعمل ايه؟ ده كان الريفيو بتاعي عنه، اللي عايز ان انا اعمل له عن كتاب واحد فيهم. ده كتاب الهجائي يا جماعة، ده كتاب التأسيس، تأسيس كي جي تو، تأسيس كي جي تو، ده تأسيس كي جي تو. طيب وفين منهج كي جي تو؟ اهو هو راح فين؟ انا لسه مش عارفهم من بعض، وريني كده. ده اهو، يعني عامل للكي جي تو كتاب تأسيس. لا ده كتاب التأسيس وده كتاب المنهج اهو. التأسيس السليم، مستر عمرو مغربي، صراحة ربنا بشكرك، أنا بشكرك جدا، مجهود يحترم 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 قوي، وربنا يعزك. مش هقول كده، يعني فعلا حاجة قيمة قوي وحاجة تستاهل بصراحة. وشكرا يا جماعة، اللي محتاج ان انا اعمل له ريفيو عن كتاب معين يعرفني، يبعت لي كومنتات كتير، شيرات كتير. الكتاب حلو قوي، مكتبة ميرو في المنصورة، توزيع اونلاين، تمام، موجود عندنا ان شاء الله، هيكون عندنا موجود الكتاب بدفعات كتيرة. الكتاب كتب النحو كلها، التأسيس ان شاء الله هحاول انها تبقى موجودة طول الوقت، اللي هي كتب التأسيس، كتب اللي هي المرحلة صف اولى وتانية وتالتة. الكتاب في منتهى الجمال، الكتاب حلو جدا، لا يشوب شائبة بصراحة ربنا، اعلى كمية تدريبات شفتها. شكرا يا جماعه، مستنيه تعليقاتكم، واكيد انا انتوا عارفين ان بنفذ اي حاجه انتوا بتقولوها، اي يعني اي مقارنات انتوا عايزينها انا موجوده. شكرا.